بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنتعلم الإعراب. سأبدأ بسورة الفاتحة فاسمعوا جيدا. سأقرأ لكم آية الأولى من سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جار مبني على الكسر، واسم اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في محل نصب مفعول به مقدم، لفعل محذوف تقديره أبتدئ. الله لفظ جلالة أو اسم الجلالة، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الرحمن نأت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الرحيم نأت ثان أو صفة الثاني مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.